في ملعب سيت هذا باش كنا باش كنا حابين نقول انا خدمت معايا ولاعبين ونتسناو الجمهور في غزة البلاد ولا الجمهور اللي جاو من بعيد بما اننا في ايام عطله ساندنا في اوقات اللي كنا نحتاجوهم سيتي سيناريو ايديال للمدربين ولا اللاعبين لعبنا كما قلت كتلة ونيتي أورغانيزي كتلة في وسط الميدان كنا منظمين سجلنا هدف جميل في وقت جيد لعبنا أمام فريق معروف عالميا مدرسة تكوين إسبانيا معروفة سي ناسيون دو فوتبول ولكن في كرة القدم كاينين مهارات يصنعوا الفارق كاين حوايج يحكوا في كرة القدم في 90 دقيقة يقدروا يبدلوا مجريات المقابلة ويبدلوا المعطيات تبدل احنا القوة تاعنا قبل كانت من ناحية الاستراتيجية احنا علمنا وشفنا منتخب الاسباني في خاصة مباراة دولية لعبوها في شهر مارس وشهر ابريل هذه كانت عطتنا شوية كما قلت ثقة وعرفنا نقاط قوة والمفاتيح تاع الفريق الاسباني درسناهم ونظن في هذه المقابلة عطتنا المقابلة الأولى كنا متخوفين من الجانب البدني كما الكل ممكن يعرف بأن هذه الفئة العمرية عندهم امتحانات بكالوريا في الجزائر وأول لاعبين ينشطوا في بطولة الدراسة خاصة عندنا لاعبين في البطولات الإنجليزية ما خلناش نخدموا بانتظام ونلموا المجموعة ككل ونخدموا من ناحية الانسجام كنا كما قلت نراقبوا فيهم من بعيد عم نعطيهم برامج عمل مع المحطة البدنية والصعيب باش تجيب لاعب عنده بكالوريا هو يدير في التركوسات وكانت صعيبة ولكن كما صرحت وقلت باللي عندنا لاعبين عندهم مهارات الحاجة اللي خفت منها هي من الجانب البدني كما شفنا تشنج على ليل حنفوت المدافع الايسر ويزاوي اللي ثاني اليوم لعبوا لقاء في المستوى وشويه ما عندناش الوقت للاسترجاع عندنا يوم واحد وحتى الوقت باش نفرحوا ما عندناش الوقت نفرحوا لان في اليوم عمليه استرجاع ولازم تراقب اللاعبين عندك الا يوم واحد ونظن في المقابله الجايه نزيد نسيروا ان شاء الله بفضل عبد الله كل حال نقولوا فوز تاع بدايه الدوره الحاجه اللي احنا فرحانين هي في البلد تاعنا البلد المنظم امام جمهورنا منشات جديده اعطينا شويه كما نقول فرحه للجمهور ولكن هذا الفريق الاسباني قدر تلقاه في النهائي يعني انا معروف فريق كبير ولعب بعده دورات وفاز بعده دورات مع من قدم في العالم مش حتى في الحوض البحر الابيض المتوسط احنا باش يضرنا هذه النتيجة هي كرة قدم ديجون نعرفوا في هذه الفئة العمرية سيد الجوار يحبوا يلعبوا ويحبوا اللعب دونك باغ مومون ما يديروش حسابات ولكن احنا ما دخلناش الخصم رغم انه فريق كبير معروف بالمنشأة تاعو بالتكوين معروف عالميا ولكن احنا عطينا قيمة للإمكانيات اللي عندنا درنا توازن باش ما يكونش نفسيت على التحضير تاعنا يعني من الناحيه الخاصه السيكولوجيه واستحضرنا اكثر على 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 الثقه والاتقان نضيعوا هذيك الثقه اللي كنا المينيموم تاع الفوتبول سي لا كونفونس سوا يقدر يدير خير اللي ما يلعبش المستوى تاعنا الحمد لله ربي يوفقنا حبينا تكون فيه يومين او ثلاثه راحه لكي نقدر نسترجع اللاعبين لان في القائمه إلا 18 لاعب اللي غادي حراس المرمى وفي التربصات الأخيرة في الاستراتيجية تاعنا اخترنا لاعبين يلعبوا متعددين المناصب باش نقدر نغير يكونوا لاعبين نقدروا نغيروا لاعبين من المدافع
مدافع ايسر يقدر يكون في المحور يقدر يكون في وسط الميدان. درنا خليط والحمد لله اليوم